السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة ديالكم ليا موتورسيكل مراكش. واليوم موضوع ديالنا على حساب البنوات، وكما تعرفوا مرحبا بكم في الموقع ديالنا في الأثمنة البنوات ولي زاكسسوار. حنا تنعمرو بشوية بشوية، عوض تنقول لكم الحاجة اللي ملقيتوهاش طالعة لكم في الفوق روسيرشيو عليها، وأي حاجة طاحت لكم على البال وأي سمية راه تندخلو بالسمية، كل حاجة بسميتها. مرحبا بكم في هذا الفيديو، كملوا حتى الاخر وراه غادي يفيدكم مزيان وبنوات مزيانين، وغادي تشوفوا التيبليس الحقيقي كما تيكون. يلا مرحبا بكم في هذا الفيديو، كملوا حتى الاخر وما تنساو ديروا جيم للفيديو، ديروا جيم ديروا جيم، راه غادي ديما الجديد وديما افكار جديده ان شاء الله. وكما تعرفوا الاخوان، هادو هما البنوات اللي غادي نتكلموا عليهم اليوم. هاد البنوات طيباس، ماشي ما فيهش. اول حاجه باش نبداو بالعبار، هذا فيه 80 90 17، هذا تتحسب 275 18، واخا 275 17 بحال ماشي تحسبش بهاكا، هادي 80 90 17 تتحمل على هاكا على الطيباس. هذا صغير وهذا تيبليس، هذا اللون، والقدام ديالو تيكون على هذا الشكل، هذا تيكون رقيق بنا نلقاو فيه 70 90 17 فهمتوا دابا. وهادي فيلتا، هادي الشركة اللي مصوبة تيبليس فيها راي الطليان، هو راه إلا جينا للدولة اللي مصوبة واخا فيها تلقى هنا في الدولة ديالو في الماضين ديالو باش نعطيها لكم مزيان. غنشوفوا الدولة اللي مصوبة واش طاليانيت ولا الفيتنام، انا كنت قريت فيه الفيتنامي واقيلا على ما اظن. طيب ما عرفتش كاع هي هاهي الشي ما عرفتش تبان ولا لا، هادي ماضين الفيتنام واخا فيه راية ديال الطليان. المهم هو اللي غادي ننصحكم، هادو هو البنوات اللي هما توبليس الحقيقيين واللي غادي تقدر تسافر بهم، واخا تيبان لك ملس راه ما تيزلقش. هذا اللور ديالو هذا القدام، هذا الشيء هذا فيه شرطه هنا وهذا فيه شرطه معوجه، وهادو راه مزربين حقيقه وبنوات راه السوق. بالنسبه اللي غادي ننصحكم، وكاينه سميتو هادو الى ركبتيه ما تيبانش، الى ركبتيه هذا في الرويض الله تيبان الموتور عندك نازل حنت هنا، ما فيهش العرض كما بنوات الاخرين. كما غتلقاو واحد الصوره هنا ديال العرض البنو اللي غتلقى فيه 275 17، هذا 90 80 اللي سميتو معقل كاع تاع النمره. غادي نقول لكم شحال فيه، قلنا 80 90 17. عاد تتهضر على هذا العرض هذا، وتتهضر على العرض ديالو هنا، وتتهضر على الدوره هي 17. 17 هي الدوره هنا، وهذيك العرض وهذيك هذه الا ركبتيها في البنو، الا ركبتيه في الجنطه زعما، هذا البنو ركبتيه في الجنطه تتولي عندك الجنطه رقيقه، ولكن هذا شاد الارض. وبالنسبه يقول لك شي واحد تيزلق هذا ولا شي حاجه، راه ما تيزلق. حالي اللي تيزلق هي ديك البدايه الشتاء، ديك التنسيمه ديال الارض بحال كنكبو تيسي زيت في الارض، يلاه ديك البدايه فاش تكون الشتاء المره الثانيه وتتكون الشتاء مجدد توصل الارض عاوتاني، راه ما بقاش يزلق بك. لا البنو واخا كاع يكون حرش يكون كرومب واس كبار، الا كانت بدات الشتاء ما تنقط راه تيزلق. وحاجه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم، اللي غادي ندوزو مع هاد البنوات هادو، كما قلت لكم هادو البنوات شتي هذا والله الا مجرب الا فوق من عام والله ما تبيس. هذا ديال قدام وهذا ديال اللور هو تيتبيس، الا كان شي مسمار هو اصلا عليه الدرك مسمار كاع تيثقبهم وكاع تتبيس اي بنو. ايه هما من ناحيه الصح راه كاين. غادي دابا ندوزو لواحد البارتيه اللي غادي تشوفوها بالنسبه للناس اللي تيعانيو من اش تيقولي ليه من ثقاب الصوار. قلت لكم الاخوان هاد ليكيد هذا تيتخوف وسط البنو، من الاحسن انا تنصح اي واحد يحيد البنو من الجنطه، سواء كان قديم سواء كان جديد، يعمر كبونا عاود يدورو على مزيان على البنو. خويا هاكا اخويا تلس هاكا اخويا مزيان، حيت يخرجوا بعد الضغط يحرك هاد الضغط مزيان، واخويا في وسط البنو ورد عليه جنطه. بالنسبه للور خويا كامله كاع ما كاينش المشكل، وبالنسبه لقدام خويا النص لا لقدام لا للور. هادو ما تخليكش الموتور اللي كانت فيه بياسه صغيره ما تخليهش ينزل، وما تخليكش تصاوب بياسه باش تخرج على البنو. حيت البنو اللي عدو هو تصاوب ليه بياسه من على برا، الا صوبت ليه بياسه من على برا راه تيعوج. اي بنو كيما كان خصوصا تاع الكرومبو مازال هاد المنسين هادشي بس ما كاين، البياسه من على برا الا صوبتي راه خصها فيها الشفي هكا في هاد البنوات الصغار، الا خصها البنو الا خصها الفيش من على برا هكا ما حلش البنو وصوبها من الداخل بالسخون راه غادي يعوج وغادي يبدا يهرول بك، وفي الاخر غادي تضطر تبدلو ولا تحيد تلك البياسه وتصوبها من الداخل. انا هاد ليكيد هذا راه صراحه مجرب وزوين، هما طريقه الاستعمال ديالو كما قلت لكم، غادي تحلو هذا وحلو البنو من الاحسن وحركوه مزيان، داك الضغط اللي فيه هو داك الاتاي اللي فيه هو خويه تما ودورو الرودا مزيان، هو تيبقى تيدور تما كان شي بياسه على غفله تما كان شي مسمار على غفله راه تحيدو في البلاصه تيخرج هاد ليكيد هذا تيتسمى ليكيد ديال البنو ولا ما عرفت اسمه، المهم حنا تنسميوه ليكيد تيدار البنو
اوبن وات راه فيهم لي كاليتي. وماشي انا هاد الشركه الصراحه عجبتني بالنسبه لهاد الكاليتي ديالها ان طيبات هادو طيبات بالنسبه للناس اللي بوب نوت هابسين وتيسافروا كلشي. راه الناس عارفينهم كي تيديروا الراليات تيديروا بنوات ليس ليس على هادو تيديروا بحال هاد الشكل هادو. ما كما تعرفوا دابا هذا بنو كرومبو هذا هاد الشركه بالضبط كاينين جوج الكاليتيات، كاين هذا الكرومبو عالي وكاين واحد رقيق عليه داير بحال بحال داك السي خرج مع السي 50 انه بحال داك السي اس تي ولا ما عرفت كاين دا الاخراني. دابا غادي نوريكم سميت هذا البنو هذا طورا فيه هذا فيه ماشي طيبه 1775 ما عرفتش 1775 هذا كرومبو. هذو الناس اللي بغاو الكرومبو الشركه ديالو هي هادي. راه ماشي تنديروا الاشهار شي حاجه، حنا تنبين لكم هي الحاجه اللي مجربه واللي خدامه مزيان، تنشاركوا معكم المعلومات ماشي تنديروا الاشهار. حنا الا كاع بغينا نتخلصوا لا قدر الله نتخلصوا بغينا نتخلصوا هي شي حاجه من اليوتيوب، واليوتيوب عرفتي الا ما عندكش ابوني كثير وما عندك مشاهده كثيره ما كايناش فلوس. وحنا بغينا نوصل لكم واحد الفكره اللي هي هاد البنو صراحه مجرب وزين في قلت ما قلت لكم فيها زواقه غليظه وكاينه زواقه رقيقه. بالنسبه للشركه راه شركه شويه راه غاليه على التعريف والبنوات ديالها راه زينين هما ولا هذاك بيلطا. وبالنسبه للناس الكرومبو الناس اللي عندهم البيس ولا بغاو بنوات كرومبو عالي بغاو كرومبو عالي فما قلت لكم زواقه رقيقه وزواقه زواقه غليظه. نوريكم حتى الزواقه ديال رقيقه واش كاين هنا بعد ما لقيتش الزواقه رقيقه. المهم ما عليناش دابا كما قلت لكم هذا البنو هذا الوسطاني راه يمكن لك تركبوه مع هذا ومع هذا. المهم الناس هادو كاع اصلا قدامي تيكون ديما رقيق وتيكون زواقه تكون سابل ما خصهاش تكون زواقه غليظه ولا شي حاجه. طورها طيباس كما شفتوا في الفيديو الاول هذا كما شفتوا قلت لكم في الفيديو كما شفتوا في هذا الاول اللي في الفيديو هضرنا عليه فيه 70 90 فيه 70 90 17 واللور ديالو فيه 80 90 17 80 90 17 هيا هذا طيباس كما عرفتوا فينا وين من الله 80 90 17. المهم هادو هما البنوات اللي انصحكم بهم راه زوينين وكنت واحد الماركه اخرى سي اس تي تي راه زوينه شوف واش كاينه. المهم انا تكلمت لكم على بزاف هاد البنوات هادو لانه كاليتيات الواعي هادو اللي كاينين في السوق هادو هما راه السوق في البنو هاد الشركات هادو هما راه السوق هما هادو راه زوينين وفيهم زواقه كما شفتوا. يا سلام ها انتم ها سي اس تي طافيلطا فيلطا شويون. المهم هادو احسن ما يدور في السوق هاد الساعه وحتى زواقه فيهم زوينه ماشي زي زواقه اللي هذاك قاصحه ولا شي حاجه. والبنو حاولوا الا بغيتي تطلعوه المره الاولى في التيبليس طلعوه بالصابون باش ما يطلعش عوج. البنو الا ما طلعتيش عوج الا ما طلعتيش من الوسط يبقى عوج. وحاجه واحده اخرى الا كان موتور تبيس لك وغادي عليه راه البنو تيعوج. الا كان نازل البنو بزاف ما تخليش البنو يكون نازل بزاف وتركب عليه راه ركبتي عليه راه تيعوج البنو تيعوج ليه السلك ولا الا كان فيه رخيط بحال السلك بحال المهم تيعوج. هذا ما كان الاخوان. المهم هذا هو الفيديو ديالنا اليوم ونتمنى يعجبكم وما تنساوش ما تدخلوش عندنا كما قلت لكم ديروا جيم ولا كنتي اول مره تفرج دير ابوني وراه يتبعك وغادي الجديد ديما راه كاين ان شاء الله وديما افكار جديده وديما في الاكسسوار زاد واي حاجه حنا عندنا في تبان شي تكون عرفناها بالنسبه للدراجات الناريه بصفه عامه راه غادي نفيدكم بها. وهذا ما كان الاخوان طلعوا في راسكم نتمنى نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.